الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تھوڑا سا اور وقت گزر جاتا بس میں خالی اذان دے دیتا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون يا طيب طيبون طيب. 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 طيب.
سبحان فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. الله. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله وادخل في الأرسال سبحان الله يا شيخ وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ما شاء الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق اللهم زد زد وهم يعلمون الله أكبر الله أكبر طيبون الله أكبر جميل فسوف يعلمون أحسن الصوت سبحان الله أحسن الصوت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت
وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها بربك الكريم الذي خلقك فسواك فضلك. الله نارة تكبير. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. جميل. أي صورة ما شاء ركبك. الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما الله. الله أكبر. سبحان الله. جميل. أحسن الصوت يا رب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر نعرف التكبير الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ووجدك عائلا فأغنى الله صلوا عليه اللهم صل وسلم فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله الله أكبر نارة تكبير سبحان الله سبحان الله يا رب صل وسلم الله الله الحمد لله ووضعنا عنك وزرك إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم إمام الحرم المكي کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جی کیونکہ گھڑی میں 3 بجے ہیں تو گلے کے بھی وہی بجے صحیح سوچ رہا تھا اور وقت کھسک جاتا بس خالی اذان ہی دے دیتا کیونکہ 12 دن مستقل سفر میں رہتا میں یہاں آیا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا بھئی اپنے علاقے کا خیال رکھو ورنہ میں آج بمبئی جانے والا تھا ان کی محبت کی بات ہے کہ یہاں پر کھینچ کر لے آتے ہیں اور پچھلے سال بھی آخر میں ہی جب نچوڑ ہو جاتا ہے میرے ساتھ ناانصافی اب کے ناانصافہ ہو اب کے ناانصافہ ہو بے شک میں انشاءاللہ بالترتیب اگر آپ کو سستی نہ آتی ہے تو انشاءاللہ سناتا ہوں جی جی انتظامیہ کی طرف سے یہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے ذرا کس کس کو نیند آ رہی ہے اب تو ضرور بھاگی ہوگی سب سے پہلے میں انشاءاللہ قاعدے کے مطابق شیخ دکتور سعود بن ابراہیم الشریم سابق امام حرم المکی شریف اور اخیر میں پھر انشاءاللہ
شیخ عبد الرحمن السدیس کے انداز میں پوری کوشش کروں گا اور ان کے ساتھ تکبیرات امام اور مؤذن کی کوشش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حرم کی وعیدیوں سے ان آیتوں کو شروع کرتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مكة مكرمة دوسر إمام بلبل حرم شيخ عبد الله ابن عواد الجهني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقتنا إن شاء الله بس چھوٹی سی سورت شیخ سدیس کے انداز میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.